النادي الاهلي جالك عرض زي ما قلت ان وكيل مغربي كلمك و يعني حسيت بايه ساعتها؟ والله انا ما انا كان جالي عرض من النادي الاهلي بس مش كان عرض رسمي في سنه 2018 لما كنا لعبنا الشان في المغرب مع المنتخب بس ما كانش حاجه رسميه كده وكنت عاوز اطلع على الاهلي بس لما كلمني الوكيل ده وقال لي في عرض قال لي كده بص في عرض من النادي الاهلي انت عاوز تلعب في النادي الاهلي ولا لا؟ قلت له طبعا عاوز العب قال لي خلاص كده اعتبر ان الموضوع منتهي ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده قال لي خلاص انا اكلم المسؤول وهو كان بيتكلم مع امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي كان بيتكلم معه قال لي بكره راح يكلمك امير توفيق تمام خلاص بكره كلمني قال لي انا ظبطت معاه موضوع الفلوس والحاجات دي وبعدين راح يكلمك امير توفيق قلت له ماشي هو ظبط معاهم الامور بعدين كلمني امير توفيق وقال لي احنا متابعينك بقالنا 3 سنين ولا كده واحنا دائما كنا حاطينك في فكرنا وكده قال لي والوقت ده جاء علشان تلعب في الاهلي قلت له ماشي ان شاء الله لو ربنا مكتب خلاص انا جاي على الاهلي خلاص الامور مشت كده يومين كده مسؤولين تبع الاهلي كلموا مسؤولين تبع نادي الرجاء والحمد لله الامور مشت وخلاص طريق صح وخلاص يومين ولا 3 ايام الامور كانت خلاص كان اول تفكير ليك ايه بقى يعني انت قلت لي انت ما نمتش يوم اول مباراه ليك امام مع الرجاء في الفريق الاول بالنسبه لك بقى كان وجودك في النادي الاهلي عامل ازاي؟ والله كنت كتير سعيد فاهم وما كنتش متخيل كنت انا كانوا عندي عروض بس كانوا عروض خليجيه فاهم؟ كانوا كتير عروض خليجيه وكنت خلاص راح اطلع على فرق تبع الخليج بس كنت مستني وكنت متريث علشان كنت عارف انني كنت ماشي الحمد لله كويس في مصاري مع فريق الرجاء وكنت حاسس بان حاجه راح تيجي حلوه والحمد لله احسن حاجه حلوه جات هو انه جاء عرض من فريق كبير زي نادي الاهلي الكل بيعرف قيمته وانا بقالي هنا كم شهرين ونص الحمد لله معي كاس مصر معي برونزيه هي دي وكنت حاضر في المباراه النهائيه مع الاهلي الحمد لله وباقي قدامنا كاسين كاس سوبر الافريقي وكاس سوبر دي حاجه ما بتحصلش في اي فريق الا في فريق زي نادي الاهلي